مؤتمر عصر الشيخ صباح سالم الصباح سلط الضوء على إنجازات الحاكم الثاني عشر لدولة الكويت في رحلة مليئة بالعطاء الإنساني وعلاقات دولية في عهده وما ترك من بصمة واضحة في هذا المجال، ويعتبر من أهم الإنجازات التعليمية للراحل إنشاء جامعة الكويت عام 1966. مرحبا الشيخ صباح السالم، هو أيقونة مثل أعلى للشباب في بساطته وعطائه واهتمامه بالعلم والعلوم، فأسأل الله تعالى أن أولادنا الجيل الجديد يتبصر لرؤيته اللي أبعد من عصره، فكلنا أمل أن نفكر في مستقبلنا ونكمل مسيرتنا بالنجاح إن شاء الله. وتواصل بين الحاكم والمحكوم، فهذا المؤتمر يعكس هذه الكلمات، يعكس أن الشعب والحكام هم جماعة واحدة، ويعكس كذلك الوفاء، الوفاء الذي يمتد عبر أجيال. صور تتحدث عن نفسها ومعرض زاخر بعطاءات المغفور له، منها السياسية ودوره في حل الأزمات التي تعرضت لها الكويت والدول العربية في عهده، ناهيك عن جهوده في إنعاش النشاط الاقتصادي في الكويت آنذاك. لما استذكر عصر الشيخ صباح السالم نستذكر فيه الرخاء، نستذكر فيه السلام، نذكر في إنجازات الكبيرة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الصحي، على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، فكل هذه إنجازات تمت في عصره يوثقها اليوم هذا المؤتمر. يذكر أن المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح أول وزير للخارجية في تاريخ الكويت، ترك خلفه إنجازات حضارية وعطاء إنساني سيظل فخرا واعتزازا على مر الأجيال. رحلة حافلة بالعطاءات للمغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم الصباح، استذكرت من خلاله جامعة الكويت وتحديدا قسم التاريخ في كلية الآداب عصر الشيخ الراحل صباح السالم الصباح، من خلال احتفالية مميزة شهدت حضورا غفيرا ومؤتمرا غنيا باستذكار عطاءات الراحل. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.